أخبار اليوم. النجم أحمد جمال، كنت النهاردة متألق في الرسالة اللي انت قلتوها من خلال أوبريت البيت متوحد. إيه النهاردة اللي بتقوله في العيد 44 لدولة الإمارات الشقيقة؟ طبعا هو العيد 44 هو المشاركة الثانية ليا على التوالي. السنة اللي فاتت والسنة دي احنا جايين بنقول إن مصر والإمارات كان واحد، الحمد لله الشعبين العلاقات طيبة على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب، الحمد لله بنيجي بيستقبلونا أحلى استقبال بصراحة. الحقيقة يعني التنظيم السنة دي كمان تنظيم رائع، والاحتفال كل سنة بيبقى ليه طبع مميز بالنسبة لنا احنا، يعني ان احنا بنحاول نقدم رسالة بتحمل اسم الشعب المصري، وبنوجه رسالة شكر وتقدير للشعب الإماراتي والحكومة الإماراتية على العلاقات الحميمة اللي بين الشعبين. يعني بالنسبة إيه الأعمال الجديدة بتحضرها في الفترة اللي جاية؟ احنا الألبوم الحمد لله نزل من حوالي شهرين ونص، يمكن أغنية تتحكي لقت صدى كويس الحمد لله، وحققت يمكن أكثر من 3 مليون فيو في الأسبوع الأول، في الشهر الأول. إن شاء الله اللي جاي احنا نزلنا فيديو كليب اخر معاد، وعندنا لسه اغنيتين فيديو كليب لسه هينزلوا للجمهور قريب. طبعا نجم في حجمك والناس كلها بتحبه، ما ينفعش ما نسمعش منك حاجه دلوقتي. دندنه كده دندنه حتى يعني. انا جاي الليله باسم بلادي للشعب الطيب الاقتصادي، مصر ومرد حكايه كبيره هحكيها لكل الدنيا دي. الله يعظم، نشكرك ومزيد يا رب من التوفيق ان شاء الله. شكرا.